بلاي نحب ميساج امانه معناها عندي من اهالي تالا اللي اخت مريم بالله ونحبك نحبك تعديها الحكايه هذه. المركز تاع تالا اليوم راهو حرقوا حمزه والعوان نتاعو. نحن رانا ما عندناش حتى نحن رانا خرجنا في مطالب استحقاقات الثوره و88 مليار و700 مليون المرصود لتالا والبرامج تاع تاني من المرصود لتالا ما تحصل منها ما تحصلناش منها على حد شيء. نحن لهنا راهو ميساج لهنا لوزير الداخليه سي لطفي بن جدو نحن نقولوا له رانا كنا نحن تالا والقاسرين اعطيناك الكرسي هذاك نحن رانا ناس رانا نطالبوا باستحقاقات الثوره ماناش معناها دعاة عنف. نحن راهو مرحبا بالامن راهو ما ثمش امن ما ثمش تنميه. نحن لهنا رانا نحبوا نوصلوا ميساج راهو ما تنسبوش لينا الاحداث اللي صارت اليوم في مدينه تالا. مركز الامن بشهاده اهالي تالا كل حرقوه اعوان الامن وخرجوا من تالا وهذه تسالوا فيها الاتحاد المحلي للشغل والجمعيات والمعتمد اللي هو كان سيرتي وكان معنا في المسيره. العوين هما الحرق والمركز وزاره الداخليه.